في الوقت الحالي كل المحافظات بتشهد موسم حصاد محصول القمح وتوريده للشون والصوامع اللي تم تخصيصها بكل المناطق في المحافظات. الكل بيتسابق عشان يحققوا أعلى إنتاجية من المحصول. محافظة أسيوط هي كمان أعلنت رسمياً الانتهاء من موسم حصاد القمح بجميع أراضيها، وبكده تعتبر أول محافظة تعلن الانتهاء من حصاد القمح 2024. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط. صباح الخير عليك يا باشمهندس. يا اهلا بحضرتك. لو تكلمنا في البدايه عن حجم المساحات المزروعه بالقمح السنه دي والمختلف في السنه دي عن السنه اللي فاتت. كل سنه وحضرتك طيبين. السنه دي المساحه اللي عندنا في محافظه اسيوط 174,757 فدان. العام السابق كانت 167,000 فدان، يعني بزياده 7,500 فدان عن العام السابق. المساحه السنه دي بزياده الحمد لله. تمام. طيب الإنتاجية بقى عايزين نتكلم عليها، الجودة، عايزين نعرف بقى الكميات اللي بتطلع من الفدان الواحد ازاي. احنا مستخدمين تقاوي مختلفة السنة دي، يعني احكي لنا بقى كل التفاصيل. طبعا التقاوي المستخدمة تقاوي عالية الإنتاجية حسب أساس الصنفية اللي بتقررها وزارة الزراعة، أصناف عديدة متعددة موجوده عشان نرفع زياده الانتاجيه في المنوط به الارشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعيه، توسع في اقامه الحقول الارشاديه لزياده الانتاجيه. مهمه جدا طبعا. عندي اكثر من 140 حقل ارشادي موزعين في مراكز المحافظه، بجانب 500 فدان تجميع ارشاديه تتبع مشروع تشطيب سباكات المياه اللي هي تسويق الارض بالليزر. دي كلها خدمات بتقدمها وزاره الزراعه للمزارع لرفع انتاجيه الفدان وزياده الغله من المحصول. انا عندي الساعه التخزينيه في محافظه اسيوط 185,000 طن. الصوامع عندي 28 مقر. هتودينا الصوامع يا باشمهندس والساعه التخزينيه، واحنا لسه ما اتكلمناش عن الاصناف الجديده. هل في كان اصناف جديده موجوده وزاره الزراعه وفرتها السنه دي؟ عندي اصناف جديده، عندي كام صنف جديد؟ 14 في بني سويف، وفي جيزه 170، في شاخه 95. دي كلها اصناف عاليه انتاجيه، والارشاد الزراعي توسع في زراعتها، والمزارع خد الاصناف ديت وكان لها دور كبير في زياده الانتاجيه. اكيد. دي على فكره، ودي دي 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 المنوط به الارشاد الزراعي والماكس البحوث. جميل يا باشمهندس. هل عند حضرتك احصائيه بعدد الاردبات اللي بتخرج من كل فدان؟ يعني كنا قبل كده مثلا قبل السلالات الجديده والاصناف اللي حضرتك ذكرتها قبل كده كان الانتاجيه عامله ازاي من كل فدان ودلوقتي؟ يعني مثلا متوسط انتاجيه الفدان من كان 18 اردب. تمام. دلوقتي في الحكومه دي ما يقلش عن 24 اردب. جميل. طبعا دي في يعني في 6 اردب بزياده. طبعا زياده. ودي طبعا دي بقى لما على المساحات الكبيره، مثلا عندي 3.5 مليون فدان في المحافظه في الجمهوريه، فطبعا لما تضرب لا بتدي انتاجيه اعلى طبعا. طبعا بتدي انتاجيه وزياده طبعا، وفي نفس الوقت برضو ده بيعود على المزارع بالنفع. بيعود على المزارع، وبعدين طبعا دي توسع الراس اللي هي اللي بيزود متوسط الغله ومتوسط انتاجيه الفدان من المحصول. طيب المزارعين بيبقى لهم تسهيلات خاصة في الحصول على التقاوي، السعر مدعم، الكيماوي وغيره اللي بياخدوه علشان دعم الأرض، يعني هل ده كان بيتم تقديمه للمزارعين بسهولة ولا يعني احكي لنا التفاصيل عشان نقدر نطلع الإنتاجية المحترمة دي؟ طبعا طبعا التقاوي متوفرة بنسبة 100%، التقاوي العالية الإنتاجية متوفرة. المزارع بياخد في الحقول الارشاديه بياخد تقاوي مجانيا. انا سبب تعليقات ان في حقول ارشاديه لزراعه القمح دي بتوزع حقول، بتوزع تقاوي مجانا. في مبادره ازرع كانت بتوزع التقاوي بنصف الثمن. طبعا دي خدمات بتقدمها المبادره للمزارع. لمين؟ لمساحات معينه يا باشمهندس كانت ولا لمين؟ لا لجميع المساحات. المبادره دي كانت موجوده على المستوى الجمهوريه وموجوده على محافظه اسيوط، وزعنا كميات كبيره بنصف الثمن. كويس قوي. طيب باشمهندس برضو من الحاجات المهمه ان يكون المزارع او الفلاح مرضي. تمام. ده حصل. ده حصل وحصل في التوريد. الناس مبسوطه يعني.
طبعا، وحصل في التوريد الحمد لله السنه دي التوريد عالي، لان الدوله سعرت سعر توريد القمح ل 2000 جنيه الارداف، ودي سعر مجزي وسعر اعلى من الاسعار العالميه. كان في بدايه الموسم كان السعر الاسترشادي ب 1600 جنيه للارداف، الدوله سعرته في ب 2000 جنيه الارداف، ودي سعر مجزي، وطبعا دي انعكس على التوريد. تمام. السنه دي يعني حتى التاريخ، وانا مورد 160 الف طن في محافظه اسيوط، في نفس التاريخ في نفس اليوم كنت مورد 79 الف طن، يعني تقريبا اكثر من 100%. فرق كبير طبعا. طبعا فرق كبير طبعا، لان يعني السعر مجزي وسعر مرضي للمزارع. طيب، فكره البورصه بتاعه القمح اللي الحكومه اعلنت عنها انه هيكون بحد ادنى او اقل حاجه هيكون السعر اللي تم اعلانه، ووارد انه يزيد اكتر، ده خلى فيه اقبال اكتر. فكره الزراعه التعاقديه اللي ابتدت تحصل دي، ده خلى فيه اقبال اكتر على الزراعه، وان يبقى فيه ما فيش تفتيت للارض، يعني الناس قاعده في الحوض كله بتزرع نفس المحصول بحيث انه يبقى الانتاجيه اعلى. ما فيش شك في ضوء التفتيت الملكيه والمساحات الصغيره، الدوله بتنادي بالزراعه التعاقديه والتكتلات والتجمعات اللي هي زراعه اللي هي الدوله الزراعيه، والحقوقات كلها بتزرع محصول كقمح او اي تمام. فمشاكل دي وسيله من وسائل لزياده الانتاجيه. انا عندي في المحافظه اسيوط المساحه عندي 174,757 فدان. المفروض اللي يتورد في محافظه اسيوط، لو انا هقول مثلا المساحات اللي هي اقل من الفدان، يعني مش صعب اتورد، لا انا وردت، انا المفروض اورد 130 الف طن، اورد حتى الان 160 الف طن. ان شاء الله دي على فكره دي لسه، يعني على فكره في بدايه الموسم لسه التوريد، لسه التوريد لغايه مفتوح لغايه شهر 8. طيب قول لي، احنا زودنا 7000 فدان ازاي؟ طبعا في الدعم اللي بتقدمه الدوله من التقاوي، عليه الانتاجيه وباسعار مناسبه للمزارع، بجانب المواد الازرع اللي كانت بتوزع التقاوي بنصف الثمن، بجانب الحقول الارشاديه اللي بتوزع التقاوي مجانيه، بجانب المشاريع اللي هي مشروع ترشيد استهلاك المياه اللي هو التسويق الارض بالليزر، خدمات بيقدمها الارشاد الزراعي وجهاز تحسين الاراضي، بيقدمها للمزارع تسويق الارض بالليزر، دي من فوائدها بترشد استهلاك المياه، بتوفر ثلث المياه، زائد بتوفر من التقاوي بمقدار الثلث ايضا. طبعا دي كلها مشاريع بتحسن المزارع على زياده الانتاجيه وزياده مساحات المزارع بالقمح. طيب، واحد كان من الاسباب اللي بتخلي التوريد بطيء وان المحصول بيكون اقل ان بيحصل هدر كتير. اول حاجه كان بيبقى فيه المحصول بيفضل متساب في الارض كتير للافات وللطيور ولكل الحاجات دي، بالاضافه كمان للنقل بتاع المحصول كان بيبقى بيحصل فيه هدر كتير لغايه ما اتعمل الشون الجديده. ازاي الموضوع فرق وان بقى فيه يعني سيطره على الهدر اللي بيحصل كان؟ طبعا الدوله وسمو الرئيس انما اقر ووسع في انشاء الصوامع ديت بتقلل من الفاقد ومن الهدر من التخزين، وبتستقبل اكبر كميات. انا في محافظه اسيوط عندي في 2 صوامع بتاعه تقريبا 90 الف طن، يعني تقريبا الصوامعتين دولت بياخدوا نص الساعه التخزينيه للمحافظه. دي صوامع طبعا صوامع مجهزه ومعده لاستقبال القمح. نسبه الهدر ما فيش هدر. الصوامع دي 1000 طن، فعندي صوامعتين نزلت بعرب العوامر ونزلت عبد الله، وعندي هناجر متوفره 6 هناجر في المحافظه بسعه 11000 طن، بجانب الشون الاسمنتيه 7 شون اسمنتيه بسعه 35000 طن، ومراكز تجميع على مستوى المحافظه بسعه 35000 طن. يعني انا عندي 28 مقر لاستقبال الاجماح، يعني كانت في كل المراكز والقرى فيها مراكز لاستقبال الاجماح باسعار 2000 جنيه للارداف، ودي طبعا دي كلها يعني وسائل لمساعده المزارع على توريد الاجماح. اكيد. طيب، بنتكلم في ان احنا بنحاول زي ما كنا بنقول من شويه كده نقفل الحلقه بتاعه الهدر، يعني احنا دلوقتي وصلنا المحصول لغايه الشون، علشان نخرجه بقى من الشون ونوصله الاماكن المفروض تروحها، ازاي برضو بنقفل الهدر اللي كان موجود؟
الهندسه دي بيدور وزاره التموين في عربيات معده مجهزه من تاخذ القمح من الشون وتوديه للمطاحن طبعا باقل نسبه هدر ممكن. اكيد كل الشكر ليك المهندس محمود صبحي وكيل وزاره الزراعه باسيوط، شكرا جزيلا ليك.